كم كيف حالك يا عم؟ يعطيك العافية. طلعتنا لقدام شوي شوي. سلامات يا جماعة، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفلوق جديد. طبعا أول ما فتحت التطبيق إجاني طلب رقم واحد، المطعم بعيد عني 5 كيلو و200 متر في الياسمين. أنا كنت جاي باتجاه المدينة المنورة، ولكن إجاني بعد ما تعديت إشارة مرج الحمام، هاي توديني على مرج الحمام. فنعم لفيت ورجعت، إن شاء الله 5 دقايق نكون بالمطعم، نشوف وين راح يوديني، قديش راح يعطوني عليه. هذا أول طلب، استفتاحية مباركة، نكسب الصلاة على النبي ونذكر الله. يا إخوان اللي ما عمل لي لايك يعمل لايك، اللي ما اشترك يشترك. شكرا للناس اللي بتتفاعل أول بأول، الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. اللي عنده أي اقتراح، حابب يشوف إشي معين، حابب نحكي عن إشي معين، يا ريت يكتب لي في الكومنت. في ناس كثير سألتني على نوع السكوتر اللي معي، مش عارفين شو نوعه، وفي ناس أكيد تعرف شو نوع السكوتر اللي هو بريليا، بس إن شاء الله راح أعمل لكم ريفيو بما إني استخدمته 2 سنين متواصلات ماشي فيه 29,700 متر، قربنا على 30,000. إن شاء الله بعمل لكم ريفيو قريب عنه. ونعم بس هذا كل شيء. هاي المطعم هون على الدوار، وهي وصلنا، هذا هو المطعم. وهيك استلمت طلب رقم واحد، بعيد عن الزبون 1 كيلو و300 متر، قريب نشوف قديش راح يعطوني على 1 كيلو و300 متر. احيانا بيحسبوها زيها زي 1 كيلو و500 متر، يعني ما بتحذرش عليهم. اليوم الاحد بداية اسبوع ومداومين المدارس كمان، الامور طيبة، فراح تكون عجقة اليوم كثير، بس احنا فيش عندنا ازمة بالنسبة لنا كدراجة او سكوتر، منسألش عن ازمة ولا غيره. هاي هذا بدي يفوت علينا عشان اللي قدامه ضرب بريك. هاي مشكلة يا اخوان احنا بنواجهها بالاردن صراحة، يعني لما تكون انت مثلا ماشي مسربين، واحد جنبك وقدامه يضرب بريك، اذا واحد قدامه ضرب بريك ما عنده استعداد يضرب بريك وراه ويهدي، يعني بهرب عليك على الصيد الثاني. اي سايق بدون استثناء بالاردن، يعني هاي مو وضع عندنا، بتلاقيه ماشي اللي قدامه ضرب بريك دخل عليك على الصيد الثاني بس عشان ما يضربش بريك، يعني بتعرفش البريك حرام ولا شو وضعه عندنا. المفروض انه الزبون هون في دخلة، اللي هي هاي الدخلة، هاي الشباب مسكرين عشان يشربوا قهوة. يلا صحة وعافية، قهوة اليرموك. بس شكله على الشارع الرئيسي الزبون، مش بالدخلة هون. هسا نشوف. طيب المفروض انه احنا وصلنا، وهيك سلمت طلب رقم واحد، اعطوني عليه دينار و20 قرش، واجاني طلب رقم 2 مباشرة برضو من الياسمين، رايح استلمه اشوف وين راح يوديني وقديش راح يحسبوا لي عليه. وهذا هو المطعم، كعكة ومنقوشة الياسمين، وصلنا هو ده. وهيني استلمت طلب رقم 2، بعيد عني الزبون 7 كيلو 16 دقيقة بمستشفى البشير، هو يعني من الياسمين لمستشفى البشير الوحدات، بتوقع انه يعتبر بعيد. طبعا بمناسبة شهر رمضان، مش عارف هو بكرة او بعده على خير، كل عام وانتم بألف خير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم واعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طلب اخوي صغير يا اخوان، رجاء 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 لا حدا يصور اكل يا اخوان، لا حدا يصور اكل نهائيا، لا حدا يصور اكل وينزل على السوشيال ميديا، يعني الله يكون بعون اخواننا بغزة، الله يا ربي يصبرهم ويقويهم ويثبتهم وينصرهم على القوم الكافرين.
اسالكم بالله اخوان، لا حدا يصور اكل وينزل، يعني انت بألف نعمه بالنسبه لغيرك، فلا حدا ينزل يا اخوان اكل لانه الوضع مش متحمل، اقسم بالله. يعني مش عارف شو بدي احكي اكثر من هيك، ولكن يعني بكفي اللي قاعدين بنشوفه اكثر من هيك، اقسم بالله الواحد ما هو طالع بيده شيء، فقط غير الدعاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما خذلهم. فرجاء يا اخوان للمره المليون بذكر، لا حدا يصور اكل وينزل على السوشيال ميديا، لو انه رغيف خبز ما تصورش وتنزل يا عمي، ايش ما كان. حتى اصحاب المطاعم، رساله لاصحاب المطاعم يا اخوان، رجاء حار، لا سيبونا من الاعلانات وخصم ومش عارف ايش، وسحورك عندنا وفطورك عندنا، رجاء يا اخوان. اهل غزه انتم شايفين اللي بيصير فيهم، لا حدا ينزل اي شيء، لا اكل ولا شرب ولا شيء على السوشيال ميديا، رجاء حار. وادعوا لاخوانكم بغزه في كل صلاه، الله ينصرهم يا رب العالمين. طيب هي وصلنا المستشفى يا اخوان، الله يشافي كل مريض يا رب، الله لا يعيده من يوم مثل الحادث تبعي بالدراجة، جابوني على المستشفى هاي يا اخوان. طبعا بديش اقولكم عن الخدمة، يعني لو بس مدعوس يمكن معاملته احسن من البني ادم بهاي المستشفى بصراحة. للأسف. وهيك يا اخوان سلمت طلب رقم 2، اعطوني عليه دينارين واربع قروش على مسافة 7 كيلو. نستنى طلب رقم 3، بس بدي احط استراحة واطلع من المنطقة، بديش يجيني اوردر من هون نهائيا، لانه بصير يوديني على مناطق ما فيها مطاعم، بتصير تودي الطلب وتقعد تستنى اكثر من ساعة عشان يجيك طلب، فنروح على مكان في ضغط شغل، عشان ما بحبش اريح، لما اريح بحس حالي بتكاسل، يعني خلص ببطل فيك نشاط، طول ما انت شغال خلص امورك طيبة، بتضلك بتحسش على حالك الا هو خالص يومك يعني. طبعا بعد ما سلمت طلب مستشفى البشير نزلت باتجاه جبل عمان، اجاني طلب رقم 3 من لبناني سناك عبدون، هيني رايح استلمه، نشوف وين راح يوديني وقديش راح يعطونا عليه. هاي المطعم على الصيد الثاني، وصلنا دوار عبدون. ايش يا عم وين رايح؟ وهي استلمت طلب رقم 3، بعيد عني الزبون 3 كيلو و200 متر تقريبا على الدوار الخامس جهة ام ودينا. امشي راعي البي ام، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لك ويطعمنا زي ما طعمك. هاي 528 اي مش اي، لانه بتوجع القلب. حتى الهواء بعبدون بتحسوه غير. تحسوه مفلتر يا اخوان. ولا نفسيا يلا منيح. هاي وصلنا الضمان الاجتماعي. وهيك سلمت طلب رقم 3، اعطوني عليه دينار و56 قرش، واجاني طلب رقم 4 مباشرة من مطعم سلوى وفيروز بصوفية، بعيد عني 2 كيلو و200 متر، وهني رايح اخذه واشوف وين راح يوديني وقديش راح يعطوني على الطلب. وهينا وصلنا المطعم. طيب اصدقائي، وانا بستنى طلب رقم 4 اجاني طلب رقم 5 كمان، زمان ما اجاني طلبين مع بعض، خليني استلم الطلب الثاني. وهيك يا اخوان استلمت طلب رقم 4 و5 مع بعض من مطعم واحد، وهيني رايح لاول زبون بعيد عني 3 كيلو، نسلمه ونشوف الزبون الثاني باي منطقه.
المدارس الأمريكية المفروض الزبون هاي بنفس الشارع هون وصلنا، إن شاء الله يكون الزبون الثاني برضو قريب منه بنفس الموقع. خليني أسلم طلب رقم 4 وأشوف الطلب رقم 5 إذا بنفس الشارع ولا بوين. وهيك يا أخوان سلم طلب رقم 4، أعطوني عليه دينار و30 قرش وهيني رايح للزبون رقم 5 بعيد عني 2.5 كيلو. طبعا زمان ما أعطوني طلبين مع بعض، صار لي زمان ما شفت الطلبات الاثنين مع بعض، كنا نستلم 2 و3 و4 أيام الشغل الصح. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا تفاجأت صار لهم فترة أكثر من طلب مستحيل يعطوك، بس شكله في قلة كباتن بالوقت هذا فصاروا يفقعوا طلبين طلبين، والحمد لله رب العالمين، هي أرزاق برضو بالنهاية. وهين نروح نسلم الطلب رقم 5، شوف قديش راح يحسبوا لي عليه، وعم بيحسبوا لك الطلب الثاني من عند الزبون اللي سلمته، مش من المطعم نفسه، بيحسبوا لك المسافة من الزبون اللي سلمت من عنده للموقع الزبون الثاني، فهمتوا كيف؟ مش من مسافة المطعم، يعني ما بيحاسبوك عليه من المطعم على طول، لأنه معطوك طلبين مع بعض، سلمت الطلب الأول، الطلب الثاني بيحسبوه من الزبون الثاني للزبون اللي أنا رايح له حاليا على المسافة، هيك بيحسبوه. طيب هينا وصلنا هون كويس، وهيك سلمت طلب رقم 5، اعطوني عليه دينار وربع. خليني استنى طلب رقم 6 نشوف شو بصير معنا، بجوز اروح اليوم افك العجال لانه راح لونهم ادهنهم. ثاني طلب رقم 6 مباشرة، اني رايح استلمه بعيد عني 1.5 دقيقة. يا الله كمية الناس اللي ماخذ سيارات عن طريق البنك وبتشتغل عليها تطبيقات. وقفت مع واحد قبل شوي بسأله عن الشغل، بقول لي والله الشغل واقع، ما توقعش انه هيك الشغل، بس المشكلة قسطه عالي، بدفع 280 دينار، يعني الله يكون بعونه. هاي وصلنا يا اخوانا، وهي استلمت طلب رقم 6، ما شاء الله الجكسس عامل حادث شكله فيها. هاي استلمت طلب رقم 6 بعيد عني الزبون 5 كيلو على بشمساني تقريبا، بشمساني شوف عشان بتدوروا على البيادر وانا قريب من البيادر. يلا الحمد لله نبلش بالشغل هسه، بعدين نشوف موضوع الجنطات. طيب يا اخوان هي وصلنا الزبون، الزبون هون، هاي الشركة. اوكي يا اخوان هيك سلم طلب رقم 6، اعطوني عليه دينار و79 قرش، واجاني الطلب رقم 7 مباشرة في منطقة الرابية بعيد عني 2.5 كيلو، هاني رايح استلمه اشوف قديش بدهم يعطوني عليه، وين راح يوديني؟ راح يوديني جهة طبربور، عشان بدي اوصل البيادر صار يبعدني على البيادر، لو ما بدي اوصل البيادر كان بتلاقيني مش طالع من البيادر، بلف يمين شمال وبلاخم بين حالي نفسي اطلع. اوكي وصلنا المطعم. هي استلمت طلب رقم 7 بعيد عني الزبون 3 كيلو في منطقة الجاردنز. نشوف قديش راح يعطوني عليه. يا الله شوف هالطريق، حرام ما تكونش مزفتة. هاي النزلة عاطلة بالشتاء، بالشتاء عاطلة مع البريكات الفجائية، وامورك فوق السليم، سليم نفسه بسلم عليك. طيب يا اخوان هي وصلنا،
هيك هينا وصلنا عمارة 64. اوكي هون كويس. وهيك سلمت طلب رقم 7، اعطوني عليه دينار و32 قرش، واجاني طلب رقم 8 مباشرة، والمطعم بعيد عني 750 متر، نفس الشارع على الصيد الثاني. مطعم الكلحة خليني استلمه واشوف وين بده يوديني وقديش راح يعطيني عليه، ان شاء الله يقربني جهة البيادر. تمام يا اخوان، هنا وصلنا مطعم الكلحة، هذا هو. هاي استلمت طلب رقم 8، بعيد عني الزبون 4.5 كيلو في مستشفى العبدلي، اشوف قديش رح يعطوني عليه. عن جد الله يكون بعون اللي بيشتغلوا على سيارات، يعني مسافة زي هيك مع الازمة اقل اشي باخذ معاه 45 دقيقة المشوار لساعة، يعني بيضيع وقته بالازمة. في شكل بده يحشرني، انا هيك حسيت من نظرته لشغل حشر. ما بعد الضيق الا الفرج. اخيرا طلعنا من الازمه تبع دوار المدينه، لسه دوار الداخليه ارحم بالنسبه لدوار المدينه. منيح ما معي 1000 سي سي وظلني ادعوس للصبح. اوكي نروح على باب العيادات نصف. هاي وصلنا باب العيادات. طيب يا اخوان، هيك سلمت طلب رقم 8، اعطوني عليه دينار و73 قرش، واجاني رقم 9 مباشرة، وبنفس بوليفارد العبدلي. خليني اصف واروح انزل اشوف شو الوضع، بس هذا صافي في محل ما بدي ادخل، يعني انا كنت بدي اسوي زي هيك، اعمل زي هيك على رصيف فكرك ولا لا؟ اوكي هذا هو المطعم، بوليفارد العبدلي. تمام يا اخوان، استلمت طلب رقم 9، بعيد عني الزبون 2 كيلو 800 متر، منطقة الشمساني. خلينا نشوف قديش راح يعطونا عليه، نروح نلف ونرجع من هون ولا نطلع من الجهة الثانية. ازمة هون، وصلنا. وهيك يا اخوان سلمت طلب رقم 9، اعطوني عليه دينار و33 قرش، واجاني طلبين مع بعض، طلب رقم 10 ورقم 11 من مطعم دييغوز، بعيد عني 5 كيلو، يعتبر بعيد المطعم 5 كيلو. نروح نستلمهم ونشوف وين راح يودونا على اي منطقة. هاي الصبية هاي معها فيسبا، الله يحميها يا رب. بس مسافة، يعني أكبر مسافة اليوم رحتها لمطعم هو هذا المطعم، 5 كيلو مسافة إني أروح آخذ طلب. يعني كنت بشمساني ودوني على السابع حي السهل علشان اخذ طلب، هذا ابعد مطعم بروح عليه لليوم. مفروض ان المطعم هون قبال السروات حاطين. اوكي وصلنا هون، هذا
هيك يا اخوان، بعد انتظار ربع ساعة في المطعم استلمت الطلبين، طلب رقم 10 ورقم 11، والطلبين لنفس الزبون، نفس اسم الزبون، فهيك بيكون ودينا طلبين لنفس الشخص. يعني بيكون مشوار حلو، مش رح نطرق كمان مشوار لزبون ثاني. فالامور ان شاء الله طيبة. خلي شوف قديش رح يعطوني على الطلبين مع بعض على نفس المسافة. نشوف اذا بنقدر ناخذ يمين من هون ولا الشرطي موجود. والله الشرطي موجود، الشرطي موجود، لم تضبط معنا. طيب يا اخوان، عند الزبون بالشارع هذا المفروض، هذا المجمع، نعم صحيح، نصفون على السريع. هيك اصدقائي سلمت طلب رقم 10 و11 لنفس الزبون، اعطوني عليهم 2 دينارين و40 قرش. واجاني طلب رقم 12 بعيد عني 700 متر، خليني اروح استلمه واشوف وين راح يوديني. الشغل اليوم كويس، العالم صارت تطلب من برا، عشان قبل رمضان بيومين بقول لك بكره بننحرم من الدليفري، بننحرم من الاكل الجاهز، بدهم يعوضوا صيام رمضان. وهي وصلنا مطعم القدس يا اخوان، حاس علي بودي نفس اوردرات امبارح، امبارح برضو نفس المطاعم تقريبا، وبرضو جيت على مطعم القدس، مبلي قدس. هي وصلنا. وهيك يا اخوان استلمت طلب رقم 12 بعيد عني الزبون 3.5 كيلو. شايفين المقاطعة شو بتسوي يا اخوان؟ شوفوا، مشان الله اشتروا بيبسي، لتر مجانا بس مشان رب الكائنات اشتروا منا، تستاهلوا، مقاطعة ابدية باذن الله. خليكم، لا اجمع واربح بقول لك، بدهم يربحوك عروس كمان شوي عشان تشتري منهم. الله لا يبارك لكم. والله يا الله، طلعت لقدام شوي شوي. دقيقة، حاول مي لغاية تقدر. لا إله إلا الله بس. دير بالك بس دعسة البنزين، ها؟ بس وقفها شوي. الحمد لله على سلامتك، الله يعوض عليك يا رب. انا مصور الحادث اذا بدك اياه. مصور الحادث. وهيك سلمت طلب رقم 12، اعطوني عليه دينار ونص. وصلني طلب رقم 13 مباشرة، بعيد عني 900 متر بس. خلينا نروح ناخذه نشوف وين راح يودينا وقديش راح يعطيني عليه. الأزمة قاتل يا اخوان، صار قدامي حادث لا حول ولا قوة الا بالله. شبع من الحادث، الله يعوض عليه يا رب. نحني كنت اصور، خلنا ابعت له الفيديو. وهيك وصلنا، هاي كافيه ماريو. وهيك استلمت طلب رقم 13 بعيد عني الزبون 2.5 كيلو. خليني اشوف قديش راح يعطوني عليه، وبعديها جعت خليني اميل على مكان نشوف وين بدنا نتغدى ونرجع نكمل شغل. تقريبا على الدوار السابع الزبون، الزبون هون بالدخلة هاي. طيب المفروض انه احنا وصلنا
نعم صحيح وصلنا. اوبا تمام يا اخوان، هيك سلمت طلب رقم 13، اعطوني عليه دينار و39 قرش. وهيك يا اخوان بعد ما خلصت شغلي اليوم اجيت فكيت جنطات السكوتر ودهنتهم ابيض. شايفين كيف طلع الجنط يا اخوان؟ حلو صح؟ وهي الجنط الخلفي. وهيك يا اخوان بعد ما خلصت شغلي لليوم رحت على الصناعة دهنت الجنطات لانه لونهم راح، وخلصت اموري تمام الحمد لله رب العالمين. وهيك يا اخوان بكون انا خلصت شغلي لليوم، اشتغلت اليوم شفت واحد 6 ساعات، عملت فيهم 13 طلب، قيمة الطلبات الكلي 19 دينار، شلنا منهم 3 دنانير بنزين، صفالي 16 دينار، مشينا 75 كيلو. هذا كان كل اشي لليوم، وبنشوفكم بفلوج جديد ان شاء الله. ما تنسى اذا عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب، ولا تنسى انه اللايك ما راح يضرك وراح يفيدني بانه ينتشر الفيديو لاكبر شريحة ممكنة. بنشوفكم بفلوج جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.